انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج بحضور نحو 400 مشارك و33 كيانا مصريا من 18 دولة حول العالم. ويعقد المؤتمر للقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، حيث تأتي هذه النسخة امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة في يوليو 2019 لإشراك المصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستعراض ما حققته مصر في إنجازات في وقت قياسي.